هاي فنزاتي، احسن من حياتي. النهارده رجعت لكم بتحدي جديد، والتحدي هو ان انا هسالهم اسئله زي مثلا لون الزرعه اللي موجوده في نص بروك هيفن ايه، وعلى كل سؤال هيقولوه صح هديهم 5 روبوكس، وكل واحده هيبقى ليها دورها انها تتسال. وطبعا هم ما يعرفوش اي حاجه خالص عن التحدي، لان انا كان لازم ما اقولهمش خالص بحيث ان هم يتصدموا وما يلحقوش مثلا يدوروا في الماب ويحفظوها. بس على فكرة اسئلتي كانت صعبة جدا، فهم لو عملوا ايه مستحيل يفتكروها. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين. بصراحة ما كنتش عارفة اوديهم فين، لان ما كنتش عارفة اصلا، يعني ما كانش كل الاماكن محضراها، لان بصراحة ببقى مستمتعة اكتر لما جاهز الحاجات في نفس الثانية. المهم وديتهم في اخر بروك هيفن، اما كان ده مظنش ان هم هيعرفوا يشوفوا اي حاجة منها، او انا متأكدة بصراحة. المهم ان انا كنت كبلهم هنا ان محدش فيهم يتحرك خالص، علشان هم زي ما قلت لكم ما كانواش فاهمين فكرة التحدي، لان انا لو كنت قلت لهم كانوا هيدوروا في الماب. كل اللي انا قلت لهم ان انا هسألهم شوية اسئلة ما حددتش عن ايه، وان هم بس هيخشوا ماب البيوت وبس. هنا كنت بقول لهم ان اللي هتتحرك هقتلها. قعدت بقى افكر هتعملي ايه يا بيتش يا ريمو، هتعملي ايه، لحد ما جت في بالي فكرة اللي هي هنسألهم ايه لون الكتاب اللي موجود على الترابيزة اللي في المكتبة. بس كده، شفت السهولة عاملة ازاي؟ والسؤال ده كان موجه لجنى. جنى هنا اظن انها كانت عمالة بتصيح وتتألم ولا تتكلم. قررت ان انا لازم اروح علشان تشوف ردة فعلها، لكن لحظة ادراك ان هي في اخر المدينة. معقول هروح كل ده؟ فقررت زي ما انتم شايفين ان انا هبني لهم بيت، وان انا هخليهم يقعدوا فيه غصب عنهم وما يتحركوش. بصراحة انا شايفة ان انا كنت مدلعاهم، يعني البيت في مطبخ، في حمام، في اوضة نوم، في صالون، في تلفزيون، محتاجين ايه اكتر من وهنا كده. جنى قالت ان هي فاكرة ان هي يعني كانت فاكرة ان الكتاب كان لونه ازرق، لكن للأسف يا جنى او مبروك يعني ان انتي خسرتي. وطبعا انا قلت لها مبروك علشان هي خسرت، لان ده شيء استثنائي مش كله بيخسر. دورة بنو عشان هي اختي انا خليت لها جولة سهلة. كل اللي انا قلته انه هتقولي الخمس اطعمة اللي في محل الايس كريم بس كده. على فكرة يا روان، انا لو مكانك كنت هبقى محظوظة جدا ان انا اختي. هنا روان كانت كاتبة شوكولاتة وفانيليا، وبعيدا عن فانيليا اللي انا قلتها دي بس ماشي، واللي هو الطعم اللي هو فيه الوان كتير ده، والتوت، لكن هي نسيت الليمون. هو الدوت الاخضر دوت مش ليمون اكيد، بس انا مسميه ليمون عادي. يعني ما كنتش اتخيل يا روان ان انتي نوبة قوي كده. مبروك عليكي، خسرتي الجولة اللي بعديها. والجولة اللي بعديها هكون بسأل سجا. سألت سجا بقى سؤال صعب جدا بصراحة، لان مش كله بيركز في الالوان دي. 3 الوان مونيكير من اللي موجودين في صالون التجميل. مش عارفة ليه بصراحة مسميين صالون التجميل، المفروض يبقى اسمه صالون زيادة الجمال. المفروض هنا بقى ان سجا مش عارفة الالوان، لان مش كله بيركز، بس هي قالت الالوان صح. مش عارفة بصراحة هو انا بس اللي بدقق في الحاجات دي ولا لا، بس طلع سجا كمان بتدقق. هي قالت البينك والبنفسجي الغامق والبنفسجي الفاتح والاورنج، بس هو ده سيموني مش اورنج، اورنج لو سمحتي. بس مش مشكلة، هي قالت التلاتة اللي انا قلت لها تقولهم صح. للأسف يا سجا انت كسبتي، وللأسف لان ده مش شيء استثنائي زي الخسارة. عادي يعني، مين من الناس كتير قوي بتكسب، انما ناس قليله قوي اللي بتخسر زي روان وجنى. وهنا كان دور جنى. قلت اجيب لها ايه، اجيب لها ايه. رحت عند المكان بتاع عيد ميلاد، مش كل الناس عارفاه يعني اصلا، فقلت لها انها تقول لي الوان اوكي الهدايا اللي محطوطه على الترابيزه، وتحدد لي لو سمحتي الترابيزه. هنا جنى كانت بتدعي عليا في سرها، قالت ازرق واحمر وبرتقالي. قلت لها غلط غلط غلط، المفروض تقول لي ده 4 الوان اوكي، وتقول لي ده مع ده وده مع ده. بس هي ما عملتش كده، بس اوكي يعني حسبتها. لا ممكن البنت ما فهمتنيش، بس هي برضو عملتها غلط، فمبروك انت خسرتي. دور رواني، وانا طبعا عشان روان اختي هسهلها عليها. اعمل ايه بس في قلب الطيب ده؟ كل اللي انا قلته تقول لي انواع المشروبات الغازيه اللي موجوده في المطعم. وبصراحه انا كنت مشخصناها مع روان عشان مالك كان بيساعدها، مش مساعده صريحه لكن بيساعدها، زي مثلا يفكرها باغنيه بتقول الكلام اللي المفروض هي تكتبه. روان قالت بيبسي، فانتا، وكولا، وكمان قالت 7 اب لو سمحتي. احنا ما بنقبلش 7 اب، احنا بنقبل سبرايت.
فسوري انتي خسرتي. وللأسف روان كذبت، حاسة ان انا كنت مسهلها قوي عليها بجد. هنا كنت كبلها صح للأسف، وبصراحة كانت طالعة من قلبي. وهنا روان كانت حابة تستعرض لكم مهاراتها علشان يعني تغصكم وكده انها كذبت. كانت بتعمل رياضة اصلا، مش عارفة ايه ده. وهنا كان عندها تشنجات بس مش اكتر، ما تخافوش هي مش بتتحول. المهم الجولة رقم 2 جولة السجن، وسألتها عن الألوان بتاعت أقلام السبورة الموجودة على السبورة. جماعة أنا حاسة أن أنا كنت متسهلة جدا معاهم، بس مش مشكلة يلا. والأستاذة كانت قايلة يعني كله صح، بس آخر واحدة حاسة أن كان فيها ظلم. يعني هي قالت أزرق أحمر أخضر، وبعديها فترة قالت أسود. فأنا شكيت في الموضوع، ولما سألت جنى قالت انها فعلا غششت سجا، فما حسبتهاش لسجا. ليه بقى؟ عشان يتعلموا ان 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 ما حدش يغش تاني. دوش جنى وقلت ان انا اجيب لها سؤال سهل شويه. قلت لها الورده اللي على الترابيزه اللي في المجلس اللي موجود جوه المدرسه لونها ايه؟ قالت احمر. فاحب اقولك ان مفيش ورده في بروك هيفن كلها لونها احمر غير الورده اللي موجوده في الشنطه، فاظن انها كانت بتغش من الشنطه، بس اتس اوكي يعني. وهنا كان دور روان، وانا طبعا علشان هي اختي للمره الثالثه تسهلت معاها. كل اللي انا عملته دخلت المستشفى ودخلت وقلت لها ايه لون الزهريه، يعني اللي هو البتاع اللي هو لونه بيربل دون، لونه ايه بقى؟ طبعا انا ما قلت لهاش اللي لونه بيربل. وزي ما انتوا شايفين السؤال سهل جدا، كلنا بنخش المستشفى وبنشوفها. بصراحه يعني انا لو كنت سالت السؤال ده كان زماني مليونيره دلوقتي. وروان اذكى واحده في الكون قالت لي احمر وبينك. واو الله عليك يا روان وابداعاتك، واو واو. كان نفسي اقولها احمر منك مفيش، بس يلا بقى خلاص. وبس كده يكون خلص فكره فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو عايزين بارت 2 اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا هعملها لكم. وقولوا لي لو انتم كنتوا مكانهم كنتوا هتخمنوا صح، وهل انتم عارفين اصلا الاماكن دي ولا لا. وتوقعوا برضو في الكومنتات ايه هتكون فكره الفيديو اللي جايه. وطبعا سجا هي الوحيده اللي كسبت، وهي نجحت في سؤالين، لكن انا خصمت منها سؤال لان هي كانت غشه فيه. فرحت وبرعت لها بالخمس الروبكس بتوعها. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وتتوقعوا هتكون ايه فكرة فيديو اللي جاية. وكمان اكتبوا لي افكار لفيديوهات كتير قوي. باي باي.